مرحبا مواليد برج الجدي، كيف بده يكون الأسبوع الأخير من شهر حزيران يونيو؟ الأسبوع الأخير من شهر حزيران يونيو جيد، بدايته حلوة. طبعا أنتم أخذتوا طاقات كتير كبيرة بعطلة الأسبوع، عندنا كان القمر فول مون ببرجكم، أخذتوا طاقات كتير كبيرة، سحبتوا طاقات كتير كبيرة من الكون، خلونا نقول النظام الشمسي. المهم نهاية هذا الأسبوع بدنا ننتبه، متقلبة شوي، بدنا نعمل حساب إنه ما ننهي الشهر بطريقة سلبية. الاثنين والثلاثة القمر موجود ببرج الدلو يلي هو البيت الثاني بالنسبة لكم، بيت صديق، بيت داعم، بيت بيحمل لكم أخبار أكيد سارة جيدة وحلوة. تذكروا أنه عنا المريخ وعنا أورانيوس داعمينكم بمثلثات حلوة، فما بنخاف عليكم، فقط انتبهوا للمصاريف. موالي برج الجدي إجمالا ما بعتل هم مصاريفهم لأنه هن واعيين على هذه الأمور، لكن جميع الأحوال المصاريف يمكن تكون مش بإيدكم، يمكن فاتورة معينة بتطلع كبيرة مش متوقعينها. الأربعاء الخميس والجمعة، وعفوا يمكن تنين وثلاثة مش ضروري يكون مصاريف، يمكن يكون نتيجة اختبار أو امتحان لكم، نتيجة أنتم طالبينها أو ناطرينها. الأربعاء الخميس والجمعة، الأربعاء من الساعة 9:10 صباحا حتى الجمعة 12 الظهر توقيت بيروت الصيفي، هون في عنا القمر بيصير ببرج الحوت، هون بتتحرك الأمور بشكل كتير حلو. مواليد برج الجدي فجأة بتحسون صحصحوا، اصلا هن مصحصحين لكن اكثر بطريقه اكثر، بصيروا نشيطين، بصير عندكم قدره على الاستيعاب بشكل هائل، بتلقطوها بسرعه. يمكن الشمس بتحفزكم لتشتغلوا، بيدعمكم الزهره ليعطي نتائج حلوه، لكن انتبهوا في بعض الاشخاص يمكن ما يقدروا او ما يعرفوا يتفهموا هالقوه اللي عندكم اياها، قوتكم كبيره في الاقناع لكن ايضا في بسط السلطه والنفوذ على بقيه الناس، فانتبهوا خاصه بتعاملكم مع اولادكم، مع اطفالكم، مع زملائكم، او بالشارع لما تكونوا برا، فكونوا منتبهين. فترة سريعة، فسريعة سريعة بمعنى انه كل الامور فوق بعضها، يمكن ما تلحقوا، بتلحقوا بس كل الامور فوق بعضها، بتشتغلوا شغلتين ثلاثة على التليفون وعم بتسوقوا ورايحين وجايين. يعني الجمعة 28 حزيران يونيو القمر بيروح لبرج الحمل على 12 الظهر توقيت بيروت، السبت القمر برج الحمل والاحد 30 القمر برج الحمل حتى 3 بعد الظهر توقيت بيروت الصيفي. فتره وجود القمر في برج الحمل هي فتره متعبه، فتره متعبه لمواليد برج الجدي لانه هالقمر بيوقع عندكم بصير بالبيت، صارت الشغل بميل كل الاسبوع، وهون عطله اسبوع. فترة وجود القمر في برج الحمل هي العائلة، هي الأولاد، هي الصريخ، هي الزيارات، هي الرايحين الجايين، يمكن حدا مريض، يمكن حدا عم يتجوز، يمكن احتفالات، يمكن فرحة، يمكن ما كتير فرح، يمكن تعب، عم بتصلحوا البيت، عم بتزبطوا، مسافرين رايحين جايين، يعني فيها عجقة متعبة متعبة، لأنه القمر برج الحمل في البيت الرابع منه لحاله، في عنا الشمس موجودة في برج السرطان وعطارد موجود برج السرطان، يعني أقل شغلة بتعملوها معقولة حدا دغري ينتقدكم. الأحد 3 بعد ظهر توقيت بيروت الصيفي يلي عم يتابعني القارة الأمريكية من الصبح، القمر ببرج الثور الترابي، ترتاح وبتتنفس السعداء بس لما القمر يصير برج الثور، يعني بتشتغلوا 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 اللي عم بيسمعني، وتحضروا فنجان القهوة، ركوة القهوة، وتحضروا المج الكبير النسكافيه، إنه على الساعة 3 بعد ظهر توقيت بيروت الصيفي. هون كارمن قالت إنه في ارتياح، وفعلا المفروض يكون في ارتياح، مدعومين أيضا من المريخ ومن أورانيوس موجودين ببرج الثور. فترة بتصير حلوة صدقوني إن شاء الله. الأكثر حظا أكيد الكل بيقدر يستفيد، أنا ما فيني فرق بين شخص وآخر، لكن بعطي تمييز لمواليد 15 16 17 كانون الثاني يناير من أورانوس. أكيد بالأبراج اليومية بتاخدوا المزيد أيضا من التفاصيل. باي باي.